10 سنين كيما قلت لك، راهم 10 سنين تعداو فيهم الباهي والخايب، وما ناش راضي اليوم مادام بعد 10 سنين اليوم عائلات الشهداء وجرحى الثورة اللي طالبوا دولتهم ماهيش قادرة انها تنشر قائمة نهائية في الرائد الرسمي. 10 سنين وقفات، 10 سنين جرينا فيهم للعلاج، وعشر سنين جرينا فيهم حتى المحاسبات. 10 سنين بها بالخايب، مناش راضين بالوضع. الخطر اللي خرجنا على جاله واللي الناس كل حلمت به انه يصير بعد الثورة ما صارش. شوف، بالنسبة للقائمة، احنا اليوم رانا قاعدين نجريو على تاريخ، نجريو على دم، ونجريو على الحقيقة. بالنسبة لي أنا مانيش باش ندخل في تفاصيلها ورشة في السياسة، لكن فما غاية سياسية إنها القائمة هذه ما تهبطش. علاش اليوم هبطت القائمة؟ قلت مبادرة من رئاسة الحكومة إنها فما إيجابيات، ما فهمش إيجابيات، خطر عمرها ما كانت قائمة راهي في السيت بتاع فيسبوك. راه هذه قائمة، هذه مصيرية، هذه استعراف بالثورة. 10 سنين من بعد يقول لي ما هو القائمة إنها هبطها في السيت. وجانا عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة الشهداء وجرحى الثورة وضحايا العمليات الإرهابية، وجي لهنا قالوا نرى اللي الحكومة توصلنا الحل انه باش ننشروا القائمة. احنا بالنسبة لنا احنا رانا رفضنا رفضا باتا انه باش نتفاوضوا معاهم على القانون. اخي احنا الناس كل حلمنا من بعد الثورة حرية والكرامة والشغل، والله هي تطبيق القانون منهم بكرامتنا. أنا اليوم وقت اللي يخرج 14 جانفي كانت أبسط إنها واجب الحكومات هذية، راهو برشا حكومات متعاقبة هي اللي خلات اليوم مواصلين للدرجة إني 10 سنين ومازلت الناس تخايط في فمها، 10 سنين ومازلت الناس تعبة، 10 سنين مازلت الناس اليوم ماهيش في ديارها. بالرغم أنا بالرغم الظروف، اليوم راهو فما حياة ذكرى، اليوم راهو فما ناس خرجت الكل في الشارع ضد النظام والقمع والاستبداد. تشوف الناس هذه اللي ضحات شنو اللي صاير فيها اليوم. اطراف سياسيه برشا تلعبوا بالملف، تاجروا بالملف، لكن فما ناس مجتمع مدني وفما جمعيات، ناس صادقه هي اللي خلتنا اليوم باش نكملوا. خاطر ماهيش بالسهل ان باش نكملوا 10 سنين وحدنا واحنا نقاسيو 10 سنين ومن بعد الثوره انه فما جرحى قاعده تموت، وهذا واقع ويلزموا الناس تعرفوا. عنا محمد الحنشي، عنا طارق الدزيري، عنا برشا أولاد اليوم مازالت تقاسي. بالشرط الأساسي تهبط القائمة الرسمية في الرائد الرسمي. طلبتنا مشروع هي تطبيق القانون.